السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش المكافح من العاصمة الإسماعيلية بمدينة تلاس، فاعل جمعوي رئيس لجنية وطنية تحمل اسم جمعية فرائض الأشياء الإسلامية والتربية على المواطن. مرتعينا إلا أن نحيي هذه الذكرى المولوية والذكرى المباركة والخالدة، ألا وهي ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة في حجة 46. الحمد لله على منكنا المغربية من طنجة إلى الزويرة على أمنها واستقرارها وسلمها وسلامتها. وهذا الطب كله يرجع للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة سيدي بن سيدي محمد السادس زمنهم الروسيين، وكذا لحماة الوطن القوات المسلحة الملكية الأمن الوطني الدرك الملكي على القوات المجاهدة وعلى جميع القوى الوطنية، فلهم منا كل الاحترام والتقدير على كل الجهودات القيمة والجبارة اللي كيقوموا بها حماية على مصلحة الوطن وحماية مصالحه وممتلكاته. فما نرجو من الله سبحانه عز وجل إلا من رسالتنا هنا غادي نوصلوها لا لكل من يريد إعاقة مسار هذه الدولة الملكية المغربية الشريفة، لا من الأشقاء اللي كنقولوا الجزائريين، فكنحييو الشعب الجزائري من هذا المنبر صراحة، ولكن أعداء هذا الوطن وأعداء يعني نجاحات مملكة المملكة المغربية، ألا وهو قصر المرادية اللي راهم كيكملوا كل حقد وكل كره لهذا الوطن الملكي المغربي الآمن الحبيب. فمن هذا المنبر هذا كنوصلوا لهم رسالة من عمق العاصمة الإسماعيلية والتاريخية، نحن شعب مملكة عاش الملك لن نتخلى على حبة رمل أو حبة تراب من وطننا المغربي الحبيب، من طنجة العالية إلى القويرة الغالية. أيضا نقول من طنجة الغالية والقويرة الغالية لأن جميع الأقاليم ديالنا غالية على قلوبنا، وجزاكم الله خير الجزاء على مغرب المواطنة، ونحن وطنيون ملكيون مغاربة أحرار إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. شكرا أستاذ يوسف، بارك الله في الموسى.